شيخ، زاوية سالي، الزاوية الطاهرية بسالي بمدينة أزهر، مدينة العلم والعلماء. سألته عن حكم الشرع في تنصيب الحاكم وبقاء الجزائر بلا حاكم والانتخابات، ما حكم الشرع في هذا سيدي؟ تنصيب الإمام شرعا وطبعا شرعا وطبعا أوجب الشرع تنصيب الأئمة ليقوموا بالحكم بين الناس، وطبع لا يصلح الناس فوضى لا سراة له ولا سراة إذا جهاله سال. ومن القاعدة المدنية أنه يجب تعيين إمام ولو في حال السفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في سفر ثلاثة فاتخذوا أحدكم إماما. إذا كنتم ثلاثة، نعم، اتخذوا أحدكم فما بالك ب43 مليون. فلا بد حينئذ من تنصيب الإمام، وإذا لم ينصب الإمام يكون الإثم على العامة. لا حول ولا قوة، يكون الإثم على العامة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتحد، ولا يكون الاتحاد إلا إذا كان الرأي لواحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلا بد حينئذ من نصب الإمام. صاحب سير المساك يقول: أما الكفاية ما به الإثم سقط عن الورى بفعل إنسان فقط، مثل الجهاد وجهاد المنتي والنصب للسلطان الحاكم. فلا بد حينئذ على الجزائريين أن ينصبوا إماما يكون إن شاء الله متفق عليه ويكون فيه خير البلاد، لأن الجماعة إذا اتفقوا على شيء فإن فيه صلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلال. نعم صحيح. فضيلة الشيخ، لما المواطن يروح ينتخب، هل هذه شهادة يؤديها؟ نعم. هل ممكن تسموها شهادة؟ نعم، ويسأل عنها يوم القيامة. لأنها شهادة، وإلا بتصديق وتزكية. فإذا زكيت من لا يستحق التزكية، وصادقت من لا يحق تصدق عليه والمصادقة عليه، فأنت خائن. يا الله، تكون إذن يوم القيامة مسؤول، لقول الله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. فلا ينبغي بل لا يجوز للإنسان أن ينتخب من لا صلاح للوطن فيه من الخونة والذين يريدون للوطن التخريب من داخل وخارج، لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا بد حينئذ من أن ننتخب من فيه الصلاحية ومن فيه الكفاءة، ومن نراه حينئذ مواطن حق، هو الذي نكون وراءه. نعم. فإذا نحن قدمنا من لا يصلح لذلك، نكون قد خلنا الله ورسوله، وخلنا وطننا، وخلنا مواطنينا، لأننا أمرنا عليه من لا يصلح للإمارة، ويكون كما قال الخطيب: لعن الله المؤتمرين ولعن الله الأمين. يا خطيب الذي خطب وقصر قال في خطبته المختصرة: لعنكم الله من أمير، ولعن الله المؤتمر عليه. فحينئذ إذا نحن انتخبنا صالحا للوطن، نكون حينئذ قد اتخذنا ما فيه الطمانينة وما فيه الأمن للوطن جميعه. وإذا نحن انتخبنا سارقا أو لا يحب الخير، فاسدا لا يحب الخير للوطن، فنكون حينئذ قد سببنا للفساد في الوطن، والله سبحانه وتعالى يحذرنا من ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال جل وعلا: فهل عسيتم ان تولتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. شكرا سيدي. الله.